السلام عليكم، معاكم ميس منى يوسف من مدرسة منارة هليوبلس، والنهاردة إن شاء الله هنوضح مع بعض التولز في برنامج المايكروسوفت أوفيس وورد، واستخدامها في إن إحنا نعمل الأبحاث المطلوبة مننا. أول حاجة إحنا هنشتغل على تمبلت للصف الثالث الإعدادي، وده هنشتغل عليه كمثال، هنوضح عليه ازاي بستخدم التمبلت في كتابه البحث بتاعي. اول حاجه في بتقابلنا في التمبلت المربعات دي، المربع ده وبيطلب مني اكتب عنوان البحث. بعمل كليك كده جوه المربع وابدا اكتب عنوان البحث اللي انا عايزه. هنفترض مع بعض ان انا هكتب بحث عن البيئه المصريه، ببدا اكتب على طول. طيب تعالوا ننزل على المربع اللي بعده، الرقم التعريفي هعمل هنا اهو كده، اكتب الرقم بتاع الطالب زي ما اتفقنا. ده على سبيل المثال، ده مش بحث يعني حقيقي، ده احنا على سبيل المثال بنشتغل عليه. طيب تعالوا نخش نشوف بقى المربع اللي بعده هنا، المقدمه. في المقدمه طالب مني تحت هنا انه عايز من حوالي من 70 ل 80 كلمه. طيب احنا هنعرف ازاي احنا كاتبين كام كلمه؟ انا هاجي هنا في جزئيه المقدمه، هقف بعد نهايه كلمه المقدمه واعمل انتر. هنلاحظ مع بعض ان العلامة بتاعت الكتابة موجودة في النص، انا هوديها ناحية اليمين لو انا عايز اكتب بحث بالعربي، وناحية الشمال لو عايز اكتب البحث بالانجلش. هوديها ناحية اليمين ازاي؟ هضغط هنا اهو من عند هوم هروح على حاجة اسمها align right، ولو عايز اوديها شمال هروح على حاجة اسمها align left. طيب انا هروح align right وهبدأ اكتب المقدمة بتاعتي. اقدر اتكلم اكتب المقدمه بتاعتي دايركت، يعني اقول له مثلا على سبيل المثال بالشكل ده، وابدا اكتب الكلام بتاعي اللي انا عايز احطه. او عندي طريقه تانية اكتب بيها جوه المربعات دي. ايه هي الطريقه التانية؟ ان انا اكون مجهز الكلام بتاعي اللي انا عايز اكتبه، مجهز الكتابه بتاعتي في فايل تاني، اكون مجهزها هنا اهو في فايل تاني، واخد الكلام ده من هنا احطه جوه المربع بتاعي في التمبلت. طيب باخد الكلام من هنا ازاي؟ باجي عند نهاية الكلام بتاعي، نهاية الكتابة، وبعمل كليك بالماوس وابدأ اعمل سيلكت على التكست بتاعي. يبقى انا كده عملت سيلكت على الجزء ده، ده بس اللي هاخده انقله هناك في الجزئية بتاعت المقدمة. هاجي اعمل رايت كليك وبعدين اقول له كوبي. هروح هنا في الجزء بتاع التمبلت، همسح الكلام اللي انا كتبته واحط الكلام اللي احنا اخدناه كوبي. احطه ازاي؟ باجي جوه المربع بتاعي بعمل رايت كليك واقول له بيست. طيب انا هنا كده جبت الكلام المقدمه وحطيته، عايزه اعرف المقدمه دي فيها كام كلمه. هعمل ايه؟ اول حاجه هنحتاج عشان نعرف احنا عندنا كام كلمه، ان احنا نظهر عدد الكلمات في الشريط اللي بالازرق اللي تحت ده اللي اسمه ستيتس بار. ستيتس بار بيعرض لي انا عندي كام ورقه وعندي كمان كام كلمه مكتوبين. طيب لو مش موجود عندنا، انا هنا دلوقتي بيقول لي اهو على عدد الكلمات اللي عندي، لو مش ظاهر عندنا هنعمل ايه؟ هاجي على حته فاضيه في الستيتس بار، بعمل رايت كليك وهعمل كليك على كلمه وورد كاونت. انا كده خفتها، هظهرها رايت كليك وورد كاونت، فتظهر لي هنا الوورد كاونت. طيب انا دلوقتي لو وقفت هنا عايز اعرف المقدمه، الجزء بتاع المقدمه ده لوحده كام كلمه، هقف على اللاين اللي بره ده بتاع المربع بتاع المقدمه، هعمل كليك عليه، هلاقيه تحت هنا بيقول لي ان انا عندي 62 كلمه، والكلمة بالنسبة له هي الحروف اللي موجودة بين مسافتين، يعني على تتحسب كلمة الحروف اللي موجودة بين مسافتين. يبقى كده مثلا كلمة على دي كلمة ومين كلمة. طيب يبقى أنا كده عرفت إزاي أكتب، إزاي أخد كوبي، وكمان إزاي أعد الكلمات عندي في جزئية معينة. تعال نخش على الجزئية اللي بعدها، عناصر الموضوع. عناصر الموضوع اللي هي باقي الموضوع بتاعي وطالب فيه من 700 ل 800 كلمة. أدي أول جزئية هنا مثلا في عناصر الموضوع، بدأت أكتب عنها، ده العنصر الأولاني أهمية الزراعة، وببدأ أكتب معلومات عن العنصر ده. طيب أنا كده كتبت كام كلمة؟ هروح عند اللاين اللي بره بتاع المربع ده، بعمل كليك عليه، يظهر لي هنا يقول لي إن أنا كده كتبت 41 word. طيب زي ما اتفقنا بقى عايز ازود الكلمات هنا كمان، هقف هنا اهو هعمل انتر. انا مجهزه الكلمات بتاعتي في فايل تاني، هروح اخد جزئيه من الكلام، بقف في نهايه الجزئيه اللي انا عايزها، كليك بالماوس
رايت كليك عند الجزئية السلكتد، وبعدين هقول له كوبي، اروح هناك واقول له بيست، رايت كليك بيست. طيب كده اهو الجزئية دي زادت وبقى فيها اهو 74. طيب برضو بيطلب مننا في البحث بتاعنا ان احنا نحط صور، هو مدينا اماكن للصور عايزنا نحط جواها. طيب هعمل كليك كده على كلمة صورة دي، وممكن كمان امسحها، امسح كلمة صورة، ان انا خلاص انا هحط الصورة على طول، وهقول له insert picture، وابدأ ادور على الصورة بتاعتي. الصورة بتاعتي ممكن هنا هو تظهر الصور بتاعتي على طول دايركت كده، وممكن اضطر اروح اشوف الصور موجودة فين واروح اجيبها. انا ببقى عارف حاطط الصور مثلا على الديسكتوب، او حاططها مثلا في الدي او في الاي، انا ببقى عارف حاطط الصور فين. انا حاطه الصور جوه pictures sample pictures، وهختار الصورة مرة تانية اهو، همسح كلمة صورة اللي موجودة هنا، وهخش اجيب الصورة بتاعتي بالشكل ده. طيب لو طلب مني برضو ان انا احط هنا مخطط بالاشكال الهندسية، الطلب من اكتر من بحث في مختلف المراحل ان هو يستخدم الاشكال الهندسية لعمل مخطط توضيحي. طيب بنحط المخطط التوضيحي ازاي؟ برضو انا هاجي هنا همسح كلمة صورة، وهبدأ اشوف المخطط ده بنحطه منين. هاجي من عند insert، وبعدين هخش على حاجة اسمها سمارت ارت. سمارت ارت من عند سمارت ارت هلاقي اشكال كتير، احنا هنختار الشكل اللي اسمه هيراريكي. بختار اول شكل، كليكتين عليه يتحط الشكل عندي بالمنظر ده. طيب هنبدأ نكتب اول حاجة مثلا انواع البيئات، وعايز ابدأ اكتب بيئة صحراوية، اكتب مثلا بيئة ساحلية، ابدأ اكتب انواع البيئات اللي موجودة. طيب بعمل كليك جوه الشيب، وابدأ اكتب اللي انا عايزه، البيئة الصحراوية بالشكل ده، وبعدين اعمل كليك هنا اكتب اسم البيئة اللي بعدها، وبعدين اعمل هنا كليك كده اكتب اللي بعدها، وهكذا. طيب لو انا مش عايز الشكل ده اللي طالع لي في الجنب ده، بعمل كليك عليه وبعدين بقول له ديليت. طيب لو افترضنا ان انا عندي اكتر من بيئة، عندي اربع انواع من البيئات، هعمل ايه؟ هاجي اعمل كليك على الجزئية بتاعت انواع البيئات دي، المربع بتاع انواع البيئات، وبعد كده هطلع من عند هنا اد شيب، هفتح السهم اللي جنبها واختار ان انا عايز add shape below، فيحط لي الشكل الرابع. طيب ده برضو من الحاجات اللي ممكن نحتاجها ان احنا نحطها في البحث بتاعنا. طيب تعالوا كمان، في بعض الابحاث برضو مطلوب منه اكتب لافتة. اكتب لافتة دي يعني هعمل ايه؟ يعني هعمل شكل برواز زي ده وابدأ اكتب جواه. طيب تعالوا نشوف ازاي نكتب اللافتة، الموضوع بتاع اللافتة ده. طيب انا هاجي في فايل مستقل عن التمبلت بتاع البحث، اهو فايل جديد، وهبدأ اكتب فيه اللافتة. هعمل المربع بتاع اللافتة ازاي؟ من عند insert من عند insert shape، هبدأ اختار الشكل الريكتانجل بتاع اللافتة، يتحول شكل الماوس عندي لعلامة البلس ساين، اعمل كليك بالماوس وابدأ اتحرك اكتب اللافتة بتاعتي. طيب انا عايز ابدأ اعمل ايه؟ عايز ابدأ اشيل اللون اللي موجود اللي ظهر عندي ده، واتحكم في الشكل الحجم بتاع اللافتة بتاعتي. هتحكم في حجمها ازاي واشيل اللون اللي جوه ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجة اشيل اللون اللي جوه ازاي، باجي هنا اهو عند حاجة اسمها شيب فيل، هفتح واختار نو فيل. طيب اكتب جواها ازاي؟ اجي جوه الشيب واعمل رايت كليك واقول له، هعمل كليك هنا الاول على اللاين اللي بره ده، واقول له رايت كليك واقول له اد تكست، وابدا اكتب التكست بتاعي، وابدا اكتب التكست بتاعي. طيب هتلاحظوا انا بكتب والكلام مش باين. الكلام مش باين ليه؟ عشان معمول بلون ابيض برضو زي اللون بتاع الورقه. طيب هغير اللون ازاي؟ هعمل كليك على
على اللاين اللي بره، وهروح عند هوم، وهيجي عند حاجة اسمها فونت كالر، وهفتح واختار اللون الاسود. دلوقتي لما هاجي ابدأ الكتابة هقول له مثلا اكتب لافتة بالشكل ده، يبقى انا كده قدرت ان انا اكتب جوه المربع. طيب الكلام اللي جوه المربع ده صغير، انا عايز اكبره، بقدر اعمل عليه سيلكت واجي من هنا من عند فونت، هبدا اختار سايز اكبر شويه عفوا، واختار اغير اللون بتاعي لو انا عايز من عند فونت كالر، واحط اندر لاين لو انا عايز اعمل اندر لاين، وابدا اصغره او اكبره، اغير شكل الكتابه من هنا من عند فونت مثلا بالشكل ده. طيب لو انا كتبت خلاص اللافته بتاعتي، هتلاحظوا ان انا كتبت كلام اقل من حجم المربع. عايز اتحكم في حجم المربع شويه، اتحكم فيه ازاي؟ عن طريق الهاندلز اللي موجوده حوالين المربع ده اهو، او الريكتانجل ده، عن طريق الهاندلز دي كده، او ممكن اعمله بطريقه تانية، اتحكم في السايز بطريقه تانية. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اروح هنا عند فورمات تاب فوق اهي، وهروح عند حاجه اسمها سايز. طيب لما هروح عند سايز هنا، عايز ابدا لو طلب مني لافته بحجم معين، يعني عايز لافته بعرض عفوا بعرض او ويدث يكون 8 سنتي وطول يكون 10 سنتي، احدد ازاي الطول والعرض ده لو هما محددين بمقاسات محدده؟ باجي هنا من عند سايز واقدر احدد المقاس. طيب لما دخلت عند سايز هنا، لاحظت انه مش مكتوب عندي سنتيمتر، بيقيس بحاجه اسمها الانش، انا عايز احوله لسنتي عشان اعرف اعمل السايز المطلوب. تعالوا نشوف ازاي بنحول القياسات بتاعتنا الميجرمنتس من انش لسنتي. من عند فايل هروح على حاجه اسمها اوبشنز، واختار من على الشمال حاجة اسمها Advanced، هنزل تحت هعمل سكرولينج لغاية ما اوصل ل Show Measurements in Units of، بدل ما هي انش هختارها سنتيمترز، بعد كده اقول له اوكي، هلاقيه هنا اتحول معايا للسنتيمترز. فلو طالب مني لافتة بعرض معين وطول معين، اقدر احددهم من هنا من عند الجزئية بتاعة السايز. ده الهايت، اول رقم فوق هو الهايت، هخلي الهايت يكون او الطول يعني بتاعها يكون 7 سنتي، وتعالوا نخلي الويدث اللي هو العرض بتاعنا تعالوا نخليه 5 سنتي. عندي هنا ارز ازود بيها او اقلل، واقدر اكتب الرقم دايركت 5 على طول كده واقول له انتر اهو. طيب ده لو احنا حابين ان احنا نصمم اللافتة بتاعتنا ونعملها بمقاسات معينة. طيب ممكن كمان يطلب مننا ايه؟ ممكن كمان يطلب مننا ان احنا نعمل ممكن كمان يطلب مننا ان احنا نكتب كلام بالانجلش. الجزئية بتاعة الكلام اللي بالانجلش دي برضو اقدر اكتب الكلام بتاعي عادي خالص، وبعد كده باخد الكلام بتاعي اهو مثلا كوبي من الحتة دي، بعمل عليه رايت كليك واخده كوبي، وهروح احطه في البحث بتاعي. المرة دي انجليش، مش هسيب العلامة بتاعتي في النص كده، هوديها شمال وابدأ اكتب وابدأ احط الكلام بتاعي بيست بالمنظر ده. ممكن اخر حاجة يكون نعملها في الفايل بتاعنا، اللي هي ان احنا عايزين نحول الفايل بتاعنا لحاجة اسمها PDF. ده الفايل بتاعنا اهو، بعد خلاص معرفنا ازاي ان احنا نعرف عدد الكلمات في كل جزئية. انا هنا اهو الجزئية دي هيكون فيها 74، تعالوا ننزل على الجزئية اللي تحت هيكون فيها قد ايه، هيكون فيها اهو 77، وهكذا بقدر اعرف كل جزئية، كل مربع من دول جواه عدد كلمات قد ايه. لو انا خلاص خلصت وكتبت النتائج بتاعتي والمصادر، خلصت الكلام بتاعي، بسيف الفايل بتاعي، انا عندي فايل هنا
بسيفه عادي السيف اللي هو العادي، بسيف الفايل. طيب قبل ما نسيف الفايل، قبل ما نرفع الفايل بتاعنا او قبل ما نسلم الفايل بتاعنا، الافضل ان احنا نحوله لنوع فايل اسمه PDF. الافضل ان احنا نحوله لنوع فايل اسمه PDF. بحول النوع الفايل PDF ازاي؟ عن طريق ان انا اخش من عند، دخلت من هنا اهو من عند فايل، اخش على export، او ان انا اخش على save as. من عند save as او من عند export بعمل ايه؟ باجي هنا بحدد المكان اللي انا عايز اعمل فيه saving للفايل بتاعي، وليكن عايز اسيف الفايل بتاعي على الديسكتوب، وعايز اغير اسمه هخليه my research. وبعد كده انا عندي save as type، هفتح من هنا وهختار PDF، هفتح واختار PDF، وبعد كده اقول له save. الافضل ان انا اغير الفايل بتاعي اخليه PDF، لان انا لما بخليه PDF ببقى ضامن ان الفايل بتاعي هيوصل او هيتبعت يعني ويتسلم زي ما هو بالظبط، من غير ما الاقي بعد كده صورة اتحركت من مكانها، او الاقي تيبل اتحرك او تشارت او اي حاجة. طيب ان شاء الله هيكون في فيديو تاني هيعرض لحضراتكم ازاي ان احنا نعمل التشارتس اللي هي الرسومات البيانية، لان في بعض الابحاث مطلوب منها ان هي تحط رسم بياني، فهيكون ليه فيديو ان شاء الله تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وإن شاء الله كلنا نقدم أبحاثنا بطريقة جميلة إن شاء الله وسليمة، بالتوفيق للجميع.